الآن واحد أمين، حلقة جديدة مع قناة دكتور بستين. في الحلقة دي مع تجسد الله الكريم لشرح الفصل السادس والسابع من كتاب تجسد الكلمة للقديس العظيم أثناسيوس الرسولي. رجاء الجديد على القناة يضغط زرار الاشتراك ويفعل زرار الجرس ويتابعنا. شاركوا البث يا إخوة، شاركوا البث من فضلكم. يلا يا جماعة نشارك البث عشان كل الناس يوصلها البث. يلا يا إخوة، هيا بينا. يلا يا جماعة شاركتوا البث، شاركوا البث للجميع. أستأذنكم شارك البث من فضلكم، هيا بنا. يلا يا جماعة شاركوا البث، هنشرح جزء والفصل السادس من كتاب تجسد الكلمة للقديس أثناسيوس الرسولي. في شرحه لفهم التجسد الإلهي تبعا لكلام الكتاب المقدس، فقال لأجل هذا إذن ساد الموت أكثر من عام الفساد على البشر، وبالتالي كان الجنس البشري سائرا نحو الهلاك. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كان الإنسان العاقل المخلوق على صورة الله آخذا في التلاشي، وكانت خليقة الله آخذة في الانحلال. يعني المجمل الملخص بتاع الجزئية دي، بسبب الخطية كنا هنروح كلنا إلى العدم من تاني، زي ما حصل سابقا إن احنا بسبب الخطية اتحكم علينا حكم الموت. تمام، هنلاقي بيقول لأن الموت أيضا وكما قلت سابقا صارت له سيادة شرعية علينا بسبب التعدي نتيجة للخطية. منذ ذلك الوقت فصاعدا وكان من المستحيل التهرب من حكم الناموس، لأن الله هو الذي وضعه
بسبب التعدي، فلو حدث هذا لأصبحت النتيجة مرعبة حقا وغير لائقة في نفس الوقت. لو احنا متنا هيبقى ده ضد رحمة ربنا، بس ده قصاص. طب وعدل ربنا يقتضي ايه؟ يموت الإنسان، ورحمته انه ما يموتش الإنسان. تتحل ازاي؟ تتحل في الصليب، لأنه أولا من غير اللائق طبعا أن الله بعدما تكلم بشيء مرة يتضح أنه فيما بعد كذب. ربنا لو ما موتش الإنسان هيكون كاذبا، ولو موت الإنسان وخلاه في موت مستمر هيبقى إيه؟ فاني. الإنسان يبقى فاني، يفنى يرجع للعدم، والله يبقى مش رحيم. فالله دبر الفداء من قبل أن يأتي بالخليقة أصلا. شكرا أخ توني تعيش. أي أن الله بعدما أمر أن الإنسان يموت موتا أن يتعدى الوصية ولا يموت، بل تبطل كلمة الله، وسيكون الله غير صادق إن كان الإنسان لا يموت بعد أن قال له، أن قال الله أنه سيموت. يقول تاني حاجة: كان سيصبح من غير اللائق أن تهلك الخليقة وترجع إلى العدم بالفساد تلك الخليقة التي خلقت عاقلة وكان لها شركة في الكلمة. شكرا على القلب. وأيضا لأنه سيكون من غير اللائق بصلاح الله أن تفنى خليقته بسبب غواية الشيطان للبشر. يعني مش بس كده، يعني هيكون الشيطان عرف ينتصر على الله في البشرية، عيب أوي يعني. ومن ناحية أخرى كان سيصبح من غير اللائق على الإطلاق أن تتلاشى صنعة الله بيد البشر، إما بسبب إهمالهم أو بسبب غواية الشياطين. فطالما طال الفساد الخليقة العاقلة وكانت صنعة الله في طريقها إلى الفناء، لو الله ساب الإنسان للفساد وللفناء وللموت، طب هو ليه خلقه من بدري؟ الله دبر الفداء عشان ما يتمش لا انتصار الشيطان عليه، وفي نفس الوقت لأن الله صفاته كاملة 100%، لأنه كان أفضل بالحري ألا يخلقه بالمرة من أن يخلقه وبعد ذلك يهمله ويفنى. يقول كمان القديس أثناسيوس: فلو أن الله أهمل ولم يبالي بهلاك صنعته لأظهر إهماله هذا ضعف وليس صلاح. ليه؟ الواحد لما بيعمل حاجة، ده انت لما الواحد بيزرع زرعة بيفضل يرعاها ويصونها علشان ما تزبلش وعشان ما فيش حشرات تاكلها، ما يحصلش اي مشكلة وزرعة تطلع تجيب ثمر. يبال بقى الله لما خلق الانسان مش عايزه يفنى. ولو أن الله خلق الإنسان ثم أهمله لكان هذا ضعفا أكتر مما لو أنه لم يخلقه أصلا. يقول قول حلو قوي، يعني يقول يعني لما ربنا خلق الإنسان، لو كان خلق الإنسان وبقى أهمله بعد كده هيكون ده ضعف من الله أكتر من لو ما خلقوش. منور نور ربنا ونوركم تعيش يا أخ محمد. فهنا النقطة دي حلوة، النقطة دي حلوة في ايه؟ الله لأنه قوي فخلق الإنسان ودبر له خطة الفداء ونفذها الله بنفسه. في حالة لو كان حبيب أخ يوسف، ربنا يباركك أخونا يوسف، ميلاد مبارك، مبارك كل عام وأنتم بخير وصحة والسلامة. أمين. ولك أيضا ولكل الأسرة، وربنا يتمجد معك. وعيد سعيد مجيد، امين، ميري كريسمس. فالله لانه قوي عمل كده، خطط للفداء قبل اصلا بسبب علمه، قبل ما يخلق الانسان ومعرفته ان الانسان هيغلط، واختار احسن صوره يكون عليها، فعمل الانسان في احسن صوره، عمل الانسان في احسن صوره، لان الانسان هيتجسد الله في نفس الهيئة، في هيئة الإنسان.
لأنه لم يكن قد خلق الإنسان لما تجرأ أحد أن ينسب إليه الضعف، أما وقد خلقه وأتى به من العدم إلى الوجود فقد كان سيصبح من غير اللائق بالمرة أن تفنى المخلوقات أمام عيني الخالق. ده الواحد لما بيخترع لعبة بيبقى متضايق لو كسرت وبيحاول يصلحها، مخترع الحاجة. يا بال بقى الله اللي خلق الخليقة دي لما تفنى ولا يخش لها النجاسة ولا الفساد ولا الخطية، أليس بالأحرى الحري إن الله يطلب إن هو بنفسه هو اللي هيعمل يحل المشكلة دي فينفذ حل المشكلة؟ وده الفصل السادس في كتاب تجسد الكلمة للقديس أثناسيوس الرسولي. نخش على الفصل السابع. سلام ونعمة ومساء الخير لحضرتك، مساء النور. الاسم مش مكتوب. الاسم مش مكتوب. يقول كمان: لكن إن كان هذا هو ما يجب أن يحدث، فمن الناحية الأخرى نجد أنه لا يتفق مع صدق الله الذي يقتضي أن يكون الله أمينا من جهة حكم الموت الذي وضعه، لأنه كان من غير اللائق أن يظهر الله أبو الحق كاذبا من الجنب. الله ما ينفعش يبقى كذاب. إحنا ممكن نعمل قوانين وما ننفذهاش، لكن الله ما عندوش انتقاص لصفاته، فالله ليس بكاذب. لما يقول حاجة هيعملها، ووعوده صادقة. قال: في العالم سيكون لكم ضيق، في العالم سيكون لكم ضيق. قال: لما هيكون لكم ضيق وهتستحملوا الضيق ده هيعوضنا؟ هيعوضنا. قال: نسل المرأة يسحق رأس الحية، اللي هو المسيح يسحق إبليس. حصل. إذا ما كان يجب أن يفعل حيال هذا، أو ما الذي كان يجب على الله أن يعمله؟ أيطلب من البشر التوبة عن تعديتهم؟ يعني كان الله يطلب من آدم وحواء يتوبوا؟ ويمكن أن يرى المرأة أن هذا عليك بالله. الناس هتقول اه، ويقول كما أن البشر صاروا إلى فساد بسبب التعدي، فأنهم بسبب التوبة يمكن أن يعودوا إلى عدم الفساد والخلود. أخو مصطفى بيقول: لماذا لم يمت آدم؟ أخو مصطفى استأذنك، أنا هجاوبك على السؤال بس مستأذنك معلش. قناتي على اليوتيوب اهي تحت الصورة دي، حط سؤالك وأنا هجاوبك وإحنا معاك في البث حالا. سؤالك حلو، بس السيستم عندي في القناة لما بيحط عنده سؤال بيحط السؤال على قناتي على اليوتيوب، فبيفضل السؤال ده موجود في التعليقات فأقدر أتابعه، حتى لو أنا يعني بجاوبه هنا، ولو في حاجة عايز أزود عليها بعد البث بزود عليها في الإجابة. تمام، فاستأذنك حط السؤال. هو ملخص الإجابة إن آدم مات، تفاصيل الإجابة ما حضرتك تحط السؤال على قناتي على اليوتيوب، القناة موجودة، علامة اليوتيوب اللي تحت الصورة على طول. لكن التوبة تعجز عن حفظ أمانة الله صراحة يا جماعة. وبالنسبة لكل الناس اللي حاضرين على البث واللي بيشاهدوا أي حاجة ليا على السوشيال ميديا، أنا بقول صراحة وبدعو الناس كلها تبقى مسيحية، لأن المسيح مفيش بحد غيره الخلاص صراحة، هو الوحيد اللي هيقدر يوصلنا الملكوت، هو هيوصلنا لنفسه، يوصلنا لألوهيته، يوصلنا نعرفه. مسيحي يعني كلك نظر، اللي بيقول لك مسيحي كلك نظر. التوبة تعجز عن حفظ أمانة الله، ليه بقى؟ لأنه لن يكون الله صادقا إن لم يظهر الإنسان في قبضة الموت، لازم الإنسان هيموت، لأنه تعدى فحكم عليه بالموت كقول الله الصادق. ولا تقدر التوبة أن تغير طبيعة الإنسان، بل كل ما تستطيعه هو أن تمنحهم عن أعمال الخطية. التوبة كل اللي هتعمله تبقى عائق تجاه الأحداث اللي جاية. لكن طب وبالنسبة للخطية والتعدي، والله إن قال لآدم يوم أن تأكل من الشجرة موت أن تموت، الله هيوديها فين؟ هتتنفس. فآدم مات فعلا، تفاصيلها بقى اللي يضع السؤال على القناة هنجاوب، واللي مش عايز يضع وعايز يستنى بس القناة بالمرة، البث هيبقى الساعة 10 بإذن الله على طول.
على قناتي على اليوتيوب، قناة تحت السورة، ماشي؟ يقول: فلو كانت عدل الإنسان مجرد عمل خاطئ ولم يتبعه فساد. مش هرد عليك. أنت تعرف إن ربك يعبد ربي، صح؟ روح يا حبيبي، روح للهبل اللي قالك قول السؤال ده، قول له عيب، قول له عيب، كلامه غلط، لأن الله المسيح هو اللي تم عبادته. بص على قائمة التشغيل عندي على اليوتيوب، اسمها القرآن يشهد للمسيحية، وكمان ادخل على قائمة تشغيل المسيح والله، دي هتنضف وهتنور خالص. فلو كانت عدل الإنسان مجرد عمل خاطئ ولم يتبعه فساد لكانت التوبة كافية. أما الآن فبعد أن حدث التعدي فقد تورط البشر في ذلك الفساد الذي كان هو طبيعتهم، ونزعت منهم نعمة مماثلة صورة الله. فما هي الخطوة التي يحتاجها الأمر بعد كده؟ أو من ذا الذي يستطيع أن يعيد للإنسان تلك النعمة ويرد إلى حالته الأولى؟ مين اللي ردنا لحالتنا الأولى؟ المسيح فقط. المسيح فقط. إلا كلمة الله الذي خلق، خلق، خلق يعني فاعل، في البدء كل شيء من العدم، لأنه كان هو وحده القادر أن يأتي بالفساد إلى عدم الفساد، يعمل تغيير في البشر، وأيضا أن يصون صدق الآب من جهة الجميع، وحيث أنه هو كلمة الآب ويفوق الكل، كان هو وحده. بس يا حبيبي، بس أنا بقول إيه؟ روح حبيبي، شوف إن المسيح روح الله وكلمة منه. روح شوف إن الحكم المقسط المسيح. روح شوف إن المسيح مولودا ذكيا. شوف إن المسيح أشياء كتيرة أخرى لم ينخسه الشيطان. اطلعوا من اللايف يا جدعان، هو لايف أبوك، خد ده عشان تحترم نفسك، هو لايف أبوك. ولن تواصي على الناس، ولا انت هتتحاسب على الناس. طب انت هتقلك في داهية، لو انت عايز تقلك اقلك لوحدك، مفيش حد هيوصل للجنة اللي فيها الله نفسه الا المسيح نفسه، الا الله نفسه، ولن يخلص من لم يعتمد باسم الثالوث الاب والابن والروح القدس، الله الواحد، لان الثالوث غير متعارض، والثالوث موجود في المسيحية وموجود في الإسلام. وخش على قناتي على اليوتيوب هتلاقوا الكلام ده، فيديو الثالوث المسيحي في المسيحية والإسلام. ربنا يبارك أخي، شكرا مريم، ميلاد مريم، ميلاد ولينا، سلام ونعمة لينا، وعيد سعيد مجيد لكل الناس اللي بتحتفل بعيد الميلاد في هذا التوقيت. كان هو وحده القادر أن يعيد كل خلق، كل شيء، وأن يتألم عوض الجميع، وأن يكون شفيعا عن الكل لدى الآب. باسم الثالوث، التعميد والرشم والاعتراف. وأنا كده خلصت الفصلين بتوع النهاردة، السادس والسابع في كتاب تجسد الكلمة. أفضلكوا بقى عشان أنظف شوية الأشياء اللي في الدماغ اللي محتاجة تنظيف. بص يا أخ، ثلاثة في واحد، نعيما ولا دي مية، يعني اعتبرها زي ما تعتبر. سلام ونعمة سوليوشن، أهلا، سلام ونعمة كرولوز ذا جريست. ببساطة محدش يجي يقول لي ان التثليث في المسيحية ثالوث مش سليم، لا هقول له انت اللي مش بتفهم. هقول له ليه؟
لأن التثليث في المسيحية وحدانية الله أيضا، كجسدك ونفسك العاقلة وروحك. لو شاورت على أي حاجة منهم هتكون أنت سامر جنين سلام ونعمة. أمين. تعيش، ربنا يباركك. أنت جسدك، أنت نفسك العاقلة، أنت روحك، دول ثلاثة ولا واحد؟ حد بيفهم في الحساب يقول لي دول ثلاثة ولا واحد؟ طب هم أنت ولا مش أنت؟ يعني الثلاثة دول هم أنت. شكرا. ماشي. المسيح قيل عنه في القرآن أنه روح الله وكلمة منه. هم دول أقنومين من ال شكرا كرولوز جريتس. دول أقنومين من الأقانيم اللي موجودين في المسيحية، الكلمة والروح. أنتم تقولون البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة ثالوثية. أنتم تقولون تبارك الله أحسن الخالقين. من هم الخالقين؟ من هم الخالقين؟ تبارك الله أحسن الخالقين. والخالقين هنا جمع، ومحدش يقول لي تعظيم. التعظيم ده تقوله حضرتك لواحد محتاج تعظيم، لكن الله ليس في حاجة إلى تعظيم. بس بسيطة، لأن الله ثالوث واحد كما خلقنا هو على صورته ومثاله. خلقنا الله ثالوث وواحد. سلام ونعمة حبيبي، حط صورتك على البروفايل وبشرفني جست. تيجي متنكر في صورة تانية، بلاها بلاها جست. خليك شجاع، خليك شجاع، حط صورتك وتعالى جست. يلا يا اخواتنا. ثانك يو كرولو ذا جريتست. يلا ايه يعني، مستغرب ان انا بدقن وبشنب؟ هو الدقن ده حكر على المسلمين؟ هو ايه مشكلتك يعني؟ ايه مشكلتك؟ سيدنا عيسى لم يملد، انت كذاب. واحنا ما اسموش عيسى، هو اسمه المسيح، والمسيح مات. هو انت ما بتقراش السلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا؟ متى مات المسيح ومتى سيبعث حيا ولماذا هو الحكم المقسط؟ انت بتقرا اللي على مزاجك. معلش انا بحب اقرا على مزاجي، ما كل واحد فينا ليه مزاج بيحب يقرا. سلام ونعمة سيدنا. الاسم مرعب، الاسم مرعب، غيروا الاسم تاني. هنتكلم عربي عشان شكلك مش بتفهم عربي ولا ايه؟ روح غير صورتك وتعالى. ماشي، روح غير صورتك وتعالى تطلع جست. غير كده لا. سيدنا عيسى عليه السلام لم يموت. كلامك مش مظبوط يا اخ عبد الله. انت وانا احنا جايين في القرن العشرين. الادله التاريخيه تقول ان سيدنا المسيح مات، تقول ان المسيح اتصلب، تقول ان المسيح غفر الخطايا، تقول المسيح هيجي الحكم المقسط. سلام ونعمة غاوتو، يا أهلا، عيد ميلاد مجيد سعيد.
تقول إن المسيح ولد بدون جماع ذكر وأنثى. المسيح تكلم في المهد، صح؟ عمل معجزات وهو صبي. المسيح مات وقام يا أميرة. المسيح مات وقام. المسيح مات وقام. تم تسجيل اللايف، سجله سجله زي ما انت يا حبيبي، أهلا وسهلا. عرف سلام ونعمة كم؟ يا أهلا بيك. ربنا يخليك تفضل ويبارك. يا غالي. عرف كم؟ عرف كم وأنا عايز أطلع معاك؟ كم مرة يا غالي؟ بأمانة كتير كتير، وأنا عايز أطلع معاك بأمانة. ربنا يخليك، تعيش، ربنا يباركك، ناخد بركة. تفضل. ربنا يخليك. إزيك، عامل إيه؟ نشكر المسيح تمام الحال. ربنا يخليك. انت هو الأخبار؟ ربنا يخليك. تمام، أنا من اليمن، جون من اليمن. يا هلا بيك يا خجو. ربنا يخليك، شرفت معرفتك بيك. اعتقد انت عابر، صح؟ نعم، تمام. كنت شيعة ولا كنت سنة ولا كنت ايه؟ لا بس سني يا بدون ما حبيبي. نغلط في اديان اي حد، احنا عايزين نقول ايه اللي حصل، لكن من غير ما نغلط في حد ولا ندي لحد فرصة ان يغلط. لا، كنت سني متشدد، كنت سوني. كان سني تمام. متشدد، ايه زي الاخوان والسلفيين دول وكده. يعني كنت مسلح دخلت معهم ولا كلهم، ما خلتش ولا مكان، خشيت مع الناس كلهم. حلو. ايه بقى اكتر حاجة يعني حسيت ان هي لمست قلبك، غيرتك، اللي قالت لك لا ده المسيح هو اللي هيوصلك اكتر، ما دي يعني حاجات، خبرة؟ دي حاجات كتيرة مش حاجة واحدة. أنا رحت مع الس... تمام. مع ال... أنا رحت مع الإخوانيين، رحت مع السلفيين، رحت مع الحوثيين اللي هم الشيعة، رحت مع الشرعية اللي هم لا من دول ولا من دول، فهمت؟ رحت مع تمام. الزيود، رحت مع الزيود. فأنا جربت كل المذاهب وجربت كل الطوائف. فأنا عايز في حاجة تمام. كده، عايز تشدني أو تقول لي دي هي الصح. فكلهم إيه؟ باسم القرآن، رب واحد، نبي واحد، كتاب واحد، إله واحد، وده يقتل الله تمام. ويقول الله أكبر، وده يقتل ده ويقول الله أكبر. وكل الناس بتدعي من القرآن ليه؟ عشان القتل بس. فأنا قلت إيه ده ربنا ظالم، ده ربنا ظالم. طالما الله هو راضي لنا كده، انه عايزنا نشوف كل الحروب ده، وكل القتل، اولاده بيموتوا بيتقتلوا يا عم كده، يتجمعوا 100 200، تيجي الطيران السعودي تعمل بهم كده مره واحده صاروخ، وراحوا كلهم 100 200 في ساعه واحده، في دقيقه واحده، فاهم؟ في دقيقه واحده، وكانك كده بترش بفليت. هل الله راضي بيسمح كده؟ يا إما طب خلينا كلنا ماشي. آه يا إما ايه بقى اللي آه انت يا شفته؟ إما ايه اللي انت شفته كلنا مختلف على في غلط. المسيحية إيه؟ شدك؟ ايه اللي قال شفته لي بقى مختلف في المسيحية شدك اكتر؟ أنت اللي حسابك سيف الكلمة؟ آه، أنا اللي حسابي سيف الكلمة. أنت حضرتك مين؟ فاهم؟ قال لي شدني للمسيحية هو اني انا الحدت حوالي شهرين، كنت ملحد حوالي شهرين. يعني بعد كل التجربة اللي جربتها، بعد كل حاجة، انا انكرت وجود الله نهائيا، انكرت وجود كل حاجة نهائيا، فاهم؟ ف دي شد للمسيحية هو انه اول هو ظهر لي حلم. اول حاجة هو ظهر لي حلم، فالحلم ده اللي ظهر لي، انا ظهر لي كده حلم انه اخذني اليوم الاول، اخذني من مكان، الطير كبير اخذني من مكان وطرحني في حته كلها خضراء، امامي نور وخلفي شوك، امامي نور وخلفي شوك. فانا كنت اقول ايه ده؟ فانا سالت اخويا داعيه اسلاميه يفسر احلام،
فانا بقول له اه اقول له اخويا ايه الحلم ده يا اخويا، انا حلمت كده كده كده. فبقول له بيقول لي اخويا النور اللي بيمشي امامك وانت اللي بتحاول تمشي امام النور ده هو الطريق اللي انت عايز تخش فيه، الطريقه الجديده. فالشوك يعني هو الطريق أخوك نفسه اخويا. هو اللي فصل لك الحلم ده. بامانه، بامانه مدى ربنا. اخويا اخويا اللي فسر لي. ف قال لي الشوك ده هو عباره عن الطريق المظلم او الطريق اللي كنت خاشش فيه. فانا بقول في نفسي ايه الطريق النور الجديد، الطريق يعني اصبحت ملحد، اصبحت الدنيا عندي تمام، الشك وكل حاجه راح، بدا ما امنتش بالله، ما امنتش بوجود نبي. فقلت ده كلنا يمكن كنا كأي حيوانات خلقنا الله وتطورنا يعني مع كثر الجينات والسنين الذي توارثناها مع مرور السنين التشكيلية بتاعنا أو الجينات بتاعنا تغيرت وتولدت إلى أشياء أخرى. فبدأت أشك تمام. في نفسي، قلت لا لا، في حاجة مختلفة، لا في حاجة مختلفة. فقلت يا رب لو أنت ما فيش رب تاني ما عايز تأكد لي، ولو أنت موجود حقيقة عد لي الحلم مرة تانية. فحلمت الحلم مرة تانية، نفس الحلم ونفس الطريق ونفس الشوك ونفس الطير. رحت مكان كده، مكان كده، ف المكان ده عبارة عن مجمع أو نفس تسموه بالمصرية قهوة، عندكم قهوة تشربوا قهوة مع بعض. فاثنين بيتكلموا كده وبيقولوا إيه أقرب ديانة للإسلام؟ فواحد بيقول لهم هي المسيحية أقرب ديانة للإسلام. فكأنه الكلام بيوجهه للشخص، بس الكلام والرسالة وكأن الرسالة هي اللي بتصلي، أنا اللي بصلي الرسالة وأنا اللي بتمتع بالرسالة دي. فبدأت أخش في الموضوع ده، فبدأت أدخل وأتعلم وأتعمق، فتغير كل الأشكال الشكلية بتاعي تغيرت ونشكر ربنا. بس واجهت عواصف، واجهت أشياء كتيرة، خليني بس أشياء كتيرة. قبل العواصف اللي حصل معاك، ان اللي كلمك عن المسيح الشخص الغير مسيحي ده اللي هو كان في القهوة، ولا ناس تانية كلمتك عنه بس بدون ما ذكر تفاصيل اسمائهم والحوارات دي كلها عشان محدش يعرفهم يعني؟ لا لا، هو بس بيتكلموا اتنين مع بعض، انا ماليش في الكلام ده خالص، انا بس بسمع. هما بيتكلموا اتنين مع بعض، بيقولوا واحد بيسأل التاني، ما اعرفش التاني كان في راسه ايه، بس واحد بيسأل واحد ايه اقرب ديانة للاسلام. فالشخص التاني جاوبه بيقول له المسيحية، فكأن الجواب بيقول المسيحية ما وصلش له، وكأن الرسالة وصلت كأنه له لك الان. أنت. فانا طوالي رحت من عندهم، فهم، فرحت طوالي على النت، اخذت لي كرت تمام. شبكه واي فاي، واي فاي، بدات ابحث ايه الدين المسيحي ده. فاول طلع لي كده قص كده، وبيقول دخلت معاه وتعلمت معاه كده تفاصيل كتيره. فبيقول لي كده شوف المسيحيه قال مش دين وكده، وانما علاقه وشراكه معاك انت وباب السماوي كده مباشره، مش اي زي اي دين، انت بتعمل اعمال ومنتظر اخرتها عشان تلقط شويه حسنات او تلقط شويه اعمال انت عايزها من خلال الاعمال اللي انت تعملها تحصل مقابل. لا، ده انت بتعمل عمل فهو اللي بيتمجد فيك، فهو قبلك زي ما انت كده بدون ما تعمل بدون حاجه. هو طلب منك حاجه واحده، انك بالظبط. تحبه وانك تقبله، وانك تحبه وانك تعمل اي حاجه وتكون ابنه ويكتب اسمك في الملكوت وتخضع خضوع تام للروح القدس الروح اللي تسكن فيك. هو فيك اصلا ساكن من قبل، بس هو محتاج ايه؟ محتاجك انت تعلن ذات، تعلن تقول تعال يا بابا، او اعلن نفسك فيا، او اظهر فيا، تمجد فيا، وهو يعلن نفسه. هو فيك من قبل بس محتاج الحمد اعلان لله. منك انت اصلا. فبدأت أدخل وأتعلم ونشكر ربنا، فتح لي أبواب كثيرة، وكمان تعرضت لاضطهاد كثير ولحبوسات وسبت كل حاجة، كل حاجة خلفيتي طرحتها، وخسرت ابني،
خسرت مرتي، خسرت بيتي، خسرت عربيتي، خسرت أهلي، خسرت كل شيء. تمام؟ مفيش حد من قرايبك ولا اخواتك حاولوا يخشوا معاك في طريق ان هم ييجوا للمسيح؟ لا، أخواتي متشددين قوي، متشددين قوي، فاهم؟ هما بيحاولوا ما انت كنت بيقولوا متشدد. أنا يا عم كنت وربنا حافظ جاوب. 18، كنت حافظ 18 جزء من القرآن. أنا كنت بس حافظ انا بقول لك 18 هو جزء. زي ما ربنا جابك وانت متشدد، هم برضو قادر ربنا يفتح قلوبهم ان هم يقبلوا المسيح. لا بس لا طبعا انت لا، حاسس. في اختلاف، في اختلاف أخويا. شوف، أخواتي حافظين أغلبهم المصحف كامل، مع التجويد، مع التفسير، مع ما أعرفش ما أعرفش، بس في اختلاف. إنني مجرد ما كنت أقرأ معاهم أو أقرأ أنا وهم أخويا، كان يراودني شكوك في بعض الآيات. دي النقطة الأساسية اللي كانت مأثرة فيا، فكانوا هم عارفين، عارفين، لانهم كانوا كل ما اوصل لنقطه اجادلهم فيها ساعه ساعتين عشان يقنعوني فيها، واغلب الايات ما يقدروش يقنعوني فيها. فانا كنت سريع الانتقاد، سريع، عايز بس ابحث، ابحث، اشوف، اشوف الايه دي هنا لي، وايه دي هنا ناقصه لي. فكنت كان فيها بذره، يعني انا عايز اشوف اصل الكلام. ليه كنت اقول له ليه القصه واحده فيها، ليه ما كانش يقدر الله انه يكتب صوره كامله في قصه، مثلا خلينا ينزل قصه كامله انا كده يكتب. فهمت وجهة نظر ان التشكك هو اكتر حاجة، يعني الشك في الموضوع في الديانة اللي انت كنت معتنقها الاسلام، كانت اكتر حاجة هي اللي وجهتك ان انت تخرج. ولما نعم، خرجت ابتديت مرحلة انتقالية في الالحاد اولا، بعد كده ليه؟ المسيحية. نعم، بالنسبة للمسيحية اتعمدت ولا لسه؟ نشكر ربنا، تعمدت وتلمذت جميل. فانا اصبحت ابنه، اصبحت ابنه. فانا بقول لك انا انتقلت نقله غير عاديه، كنت شيء تاني واصبحت شيء تاني، كنت ابن عبد واصبحت ابن ابو، ابن ابويا السماوي، فاهم؟ كنت عبد بالضبط. خارج بيتي، كنت خارج عبد خارج بيته، اصبحت ابنه وفي بيته. ده الفرق اللي حسيته. وانا عايز اوصل كلماتي لكل من يسمعني، ولكل مسلم، ولكل شخص. الايمان المسيحي مش ديانة، او مش زي ما بينقلوها بعض الناس. ده انت بتشارك وكأنك انت بتتقابل مع الله. اذا كان في القرآن بيقول الله سميعا عليم، انا عايز من كل مسلم، اذا هو بالقرآن بيقول هو سميعا عليم، اذا بيسمعك، بيشوفك. انا عايز منك تدخل في الغرفة لحالك، بتتكلم معه، تقول يا رب، لا تقول لا رب المسيحي ولا رب المسلم، قل يا رب الذي خلقتني وخلقته وخلقت كل الأمة البشرية. إن كنت رب، إن كنت أنت حقا رب هذا الشخص اللي بيتكلم، فقول يا رب، فقول، فدلني، أو اظهر نفسك، أو اظهر، تمجد فيا، أو اعلن ذاتك عليا. وإن كنت يعني رب الطائفة الثانية، قل لي الطائفة الثانية على حق. الله لا انا ليس كما كان. عجبني لما انت قلت الله نقطة حلوة، سلام المسيح للجميع بالنسبة للناس اللي دخلت. عجبني لما قلت فكرة البشرية كلها. يعني بص، احنا مش في ال يعني الأديان الموجودة في العالم، عندنا زرادشتية وكونفوشيوسية وشنتو وسيخ وهندوس وي وي وي، بس في أغلب الصراعات اللي حاصلة ما بين المسلمين وما بين المسيحيين، أو ما بين الإسلام والمسيحية تحديدا. فأنا يعني عندك حق في النقطة دي، بس فكرة إن أنت تتحرر من فكرة إن أنت تقول يا رب الطائفة دي أو دي يا رب البشرية كلها، دي حلوة جدا. عجباني التعبير ده قوي، إن الناس فعلا لازم ما انا تفكر بقول بالطريقة دي، لك، يا رب اعلن لي الوحيدة ذاتك. الوحيدة الضياء الوحيدة الوحيدة المسيحية اللي بتشوف كل الأديان
أمة بشرية وبتشوفهم كلهم أبناء الله بغير تفرقة. دي النقطة الجميلة والنقطة الحساسة. بتشوف كل الأديان أو كل الأمة البشرية بتشوفهم إيش؟ ابن الله. وكأنه معاك واحد ما فيش غيره تاني. احنا كلنا معانا راعي واحد، ما فيش احد معانا راعي غيره. مظبوط تمام؟ فهو بيقول له انا تمام عايز تعلن لنفسك. فالله بيقول كما بيقول في يوحنا في يوحنا 4:3: كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء من ما كان. هو فيه كائن، هو فيه كائن، بس انا محتاج اعلان. فانا عايز من كل شخص انه يعلن من داخل قلبه، يقول يا رب ان كنت انت الله الحقيقي اعلن نفسك، تمجد فيا، اظهر نفسك، تعال في المنام، تعال في رؤيا، تعال في اي حاجه، اهم حاجه اظهر نفسك. عندنا في الفكر الاسلامي حاجه كده ان الله ما يتكلم الا مع الاولياء والصالحين والانبياء خاص. والانبياء خاص، فهم؟ دي اللي زرعت في أفكارنا واللي زرعت من جهلنا أو منذ نشأنا، إن الله ما يتكلم إلا مع أنبيائه ومع عباده الصالحين. لما تقول له الله يكلمني، قال من أنت؟ رجعت أنت ترد نفسك نبي، الله بيتكلم معك، من أنت؟ أنت ولا حاجة، أنت زي حشرة. جعلنا الدين المعتقد اللي كنا منتميين إليه، جعلنا وكأن احنا أداة من لا شيء، فاهم؟ وكأن احنا بس أداة، أداة بنتمثل أمام شيء، أو أتينا من أجل شيء لقضى غرض وراحلين. في نقطة، النقطة احنا أنت جينا بتقولها حلوة، بس عايز أوضح فيها حاجة. فينا بعض الناس بتقول لي فعلا نقطة إن إحنا موجودين لمجرد إن إحنا نعبد ربنا. طب ما هو ربنا كان في وقت كان ما عندوش بشر يعبدوه، الله مش منتقص عشان يجي له ناس يعبدوه، الله ما كانش ناقص، الله كامل وكل الكمال. في النقطة برضو بتاعت يوحنا، في البيت كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلام الله، كل شيء به كان وبقليل لم يكن شيء من مكان. والله خالق الكون، والله مش بس خالق الكون، ليس بعيد عنا زي ما النقطة اللي انت بتقولها دي في موجودة تأكيدها: أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. نعم وبيتثبت هذا الثبوت لما انت تاخد الاي دي، الهوية، مبروك عليك بجد، المعمودية، ان انت تثبت ان انت محمد مسيحي. اتفضل. أنا ما بقول لك إني بتعمد عشان إنني آخذ الهوية أو إننا إيه. أنا لما بعلن إعلان رسمي، بعلن أبوته لي وأعلنه. مثلا أنا أنا بعمل أقصد الهوية السماوية، أقصد الهوية السماوية، أقصد الهوية السماوية. تمام. الهوية أيوه السماوية مظبوط. تمام. لما أنا بعلنك أنت ملكي وحاكم عليا، أنا بعملك في مرتبة أكبر، أو بعملك في مرتبة وكأني بينتوجك ملك. زي ما في يوحنا 7، عندما جاءوا يتوجونه ملك بعدما أكلهم وشبعهم، رحل، قال لهم أنا مش عايزك دول، مش عايز، رحل، فاهم؟ فأنا أول ما أتوج عليا مخلص لحياتي وربا لي ومخلص، وبعلن دمه اللي سال على الصليب، هو بيعتبره هو اللي طهرني ونشرني من الخطية اللي أنا فيها، وأعطاني وطرحني في مرتبة نظيفة وكأني في جوهرة. أنا بتعمد وبأمن بربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، وبثبات إيماني إني بنزل في المية وكأني بموت مع المسيح عندما مات، وعندما قام المسيح بقومتي من المية هي وكأني قمت معاه من جديد. عندما قمت من جديد وأعطاني الحياة الأبدية بقيامته من المية. دي التعبير المخلص
عندما بيقول ايه الفكرة، مع كل الناس بيغطس ويكون في المية، لا مش كل الناس، ما كل الناس بتغطس، هو ايمان، ايمان انك بتنزل في المية. ايه بتنزل على ايمان ايه؟ انا انت مؤمن انك بتنزل في المية وكأنك بتموت مع المسيح، بتكون من المية وكأنك بتحيا معه عندما قام من الموت. دي علامة موت المسيح وقيامة المسيح. لما تنزل في المية وتطلع في المية هي علامة موت المسيح وقيامة المسيح مرة ثانية. بالظبط، وبتبين محبتك لله بان انت بتتعمد، امين تتعمد، بتعيش حياة مسيحية، بتحب الناس، بتعبر للناس بطريقة حلوة، تبارك بجد. بس يعني خليني اقول لك برضو نقطة الاحتمال مش سهلة قوي. اخونا قال ان هو خسر الاهل، خسر الاولاد، خسر الزوجة، بس خليني اقول لك برضو احنا عايزين كلنا محتاجين مع بعضينا نقرأ لتأكيد كلامك وتأكيده من تاريخ من تاريخ عامة، إن في برضو شخصية رائعة جدا حصل معاها نفس الموضوع، وإحنا كلنا بنعرض بالاضطهادات، المسيحيين الولادة أو المسيحيين العبور، بس لازم نتعلم درس إن إحنا نثبت بعضينا ونعدد بعضينا. يعني هتلاقي قصة بولس الواضح ابن أبو الرجاء، أتمنى الكل يدور عليها ويقراها أو يشوفها عندي على اليوتيوب. اتفضل كمل. نعم، فأنا بقول لك عندما أعطانا رمز، أنا بشوف نفسي كنت من قبل لا، أما الآن أنا بقول له هو إيه الكمال اللي أعطاني، إيه الكمال اللي تمام، أعطاني طالما أنا كنت هو إيه. هنا 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 مثلا انا بعطيك، هو بقول لك ايه اللي جابه المسيح الجديد، طالما هنا هم الوصايا نفس الوصايا بالناموس والوصايا نفس الوصايا بالجديده، هي في حاجه مختلفه في الوصايا حاجات بالناموس والوصايا بالجديد. ما انا بقول لك هي الوصيه الجديده، ايه الوصيه الجديده اللي اعطانا، هي وصيه المحبه، وصيه المحبه، حبوا بعضكم بعض. إضافة بعد، بعد أقوى وعميق، مش بس مجرد المحبة القديمة، لأ أعمق من كده. فأنا أتحدى أي شخص، أي شخص يقدر يحب إذ لم يكن ممتلئ من الإيمان والروح القدس. ما يقدرش يحب أحلى زوجته، جملة، بينام أحلى مع جملة. زوجته وقدو بينام مع زوجته، ما بيقدرش يحبها، بمجرد ما يكمل معاها الجماعة على الأخير وشافها ناقصة. كلنا مرينا بالكلام ده، إذا كان بأخص وبالأخص إذا كان ما بيحبش زوجته، يخلص يجامع معاها للأخير مش عايزه، بس عشان يشبع رغبته. هو نفس المرأة الثمرية، نفس المرأة الثمرية عندما عملت خمسة. دقيقة واحدة بس أوضح لها في الكلمة دي. تعليق تفضل. المرأة الثمرية من شهوة الحب اللي كان فيها وشهوة الامتلاء، أنا عايز في هنا حاجة، عايز أسد الحاجة دي. فالناموس أعطانا الوصايا العشر، على الوصايا العشر بس خلى لنا فجوة أو خلى لنا نقطة فاضية. فالمرأة السامرية عملت خمسة أزواج وهي تتزوج من هنا ومن هنا عشان تشبع رغبتها، ورجعت بالأخير عملت إيه؟ راحت من خلف الأزواج، قالت ما فيش في الحلال أو ما فيش في الزواج فايدة، راحت تصاحب من خلفها، فلم تشبع أو تسد الجوع اللي في القلب. فلما أتاها المسيح طوالي قالت له إيه؟ قال لها عندما قال لها أحقا قلتي؟ فقالت نعم ليس لدي زوج، ليس لدي زوج. فحقا قال لها أقلت نعم ليس لديك، لأن كان لديك خمسة والآن الذي عندك ليس زوجك. فهنا حست إنه بدأ. فعندما أنا بختصر لك بس عشان أختصر الموضوع، فعندما نرى أول حاجة جاءت تشرب، فبالأخير تركت الماء
وشبعت، لأنها المكان الذي كان فيها الفتحة استدت أو شبعت من الشهوة الذي كانت في قلبها. فإحنا نفس الكلام، محتاجين المحبة. فعندما أقدر أحبك وأقدر أحب هذا وأحب هذا وأحب هذا، يظهر فيها صفات الرب يسوع المسيح. تمام فأعرفش أنا إن صحيح. أوصلك من خلال اللهجة بتاعي، ما أعرفش إن اللغة وصلت الرسالة وصلت أو ما لا وصلتش. اللهجة اليمنية كويسة حلوة، العربي اليمني كويس يعني. كان لينا أخت مغربية اتكلمت باللهجة المصرية في العربي، لا يعني قالت اختبارها لو كانت قالته بالأمازيغي أو بالمغربي ما كناش هنفهم حاجة، بس اللهجة اليمنية حلوة. سلام المسيح دارك برنس. في إخوة بيحاولوا يشككوا في الاختبار من إخواتنا المسلمين، بيقولوا لك أنت ممثل مسيحي وجاي تقول إن أنت كنت مسلم سابق، أهو بيقول أنت لا، قول له يدخل أتحداك إن عليا، أنت يدخل تواصل. عليا، يدخل يعلق، عشان ما شفتش تعليقك، يدخل يعلق عندي. وانا بقول له، قل له يا صديقي انا كنت مسلم، وانا من اليمن، من العاصمة اليمنية صنعاء. ويعرف، اذا يعرف تمام الشيخ محمد الامام، اشهر علماء اليمنيين، محمد الامام، كنا من طلابه. ما بيش داعي لجدال او التعميق اكثر، هو حيفهم. بس المشايخ قول له اخذنا اهو يا التجويد جماعة يعني. والنحو والصرف والعمق وكل انواع التجويد، الساكنه والهمزه والغصره، كل اللي بالقران الكريم اخذناهم بشكليه تامه، وليس بشكليه جزئيه، وانما بشكليه تامه. هو يا جماعة في دليل إثبات على الموضوع وأمام الله فعليا، أنا من مرتب إن أخونا جون يطلع فلا زلت معايا. إلى حد الآن، فلا زالت هويتي لحد الآن بالبطاقة مسلم، لا أنكر شيء، فلا زلت هويتي مسلم. فلا أقول لك إني ولكن تشكلت، لونك وإنما تغيرت هويتي الداخلية، وليس الخارجية اللي على الكرت، وإنما هويتي اللي هنا أصبحت مسيحية. ومش من حق حد منهم ان هو يحجر عليك ان انت تغير زي ما انت نعم. عايز. نعم. هو مش القرآن بيقول لا يكراهه في الدين؟ نفذوا يا جماعة، انتوا في ايه؟ انتوا متضايقين ليه؟ الراجل شايف ان المسيحية هتوصلوا للملكوت، وفعلا المسيح هو الوحيد اللي هيوصل خلاص لكل البشرية، قول انتوا له متضايقين يتحدى ليه؟ واتحدى اي شيخ، اتحدى واتحدى اي شيخ مسلم بيطلع يثبت بس نبوة محمد، واتحداه اتحداه، هو لا الف شيخ. بس يعني بصرف النظر، بصرف النظر لو عرف ومش هيعرف، بس خلينا على جنب، مفيش سمو في الأديان مثل سمو المسيحية، ومفيش خلاص إلا بالمسيح. مش هنجامل، وهو الراجل شاف واستحمل اضطهادات عشان يجي للمسيحية. ما ما عشان تأجلوش ايه؟ لحظة، أنت ما ما عشان تفهمش. ايه يقول له انا اتفضل. كان ضماري بالسوبر ماركت، كان ضماري ما يقارب 12 مليون. انا كنت امشي بالعربيه والفلوس مليان السياره، وانا بمشي الان ما املكش جنيه واحد. رحت عشان ايه؟ عشانك. انا حاسس الان ربنا وكاني ملك هيعوضك. أمين. بامانه. أمين، أنا ربنا بتمنى بيعوض الآن زي ما قال في الحياة بتمنى الحاضرة أشوف وفي صورة ابني، الآخرة. صورة ابني، أخويا خرجت أنا من أم وأب، منع علي صورة ابني، بيقول لي لو أشوفك لأقتلك. ده إيه من دين؟ ده هو دين التسامح؟ اللي قال أول حاجة يا أيها الكافرون، ورجع قال لكم دينكم ولي دين. هو باين. الفكرة دي هي بقى النقطة دي اللي احنا بنتكلم، فكرة لما المسيح قال ان ما جئت لألقي سلاما بل ألقي سيف. الله بيدي السلام للي بيقبلوه، لكن لما اخونا طلب ان هو يبقى في وقل الجانب له قل له السلام قل له قل له ما يفهمش السيف، حصل ما يفهمش قطع. السيف زي ما يفهمش السيف زي ما بيفهمه في معتقده. فالسيف هنا بيتكلم على فصلي، زي ما هو فصلني الآن من أبويا.
هو ده السيف، هو بالظبط ده السيف، الطبيعة. فصلني من ابويا ومن اسرتي، هو ده السيف اللي جاء فصلني المسيح ما بيني وبين ابويا وبين اسرتي. بالظبط، وما بين أسرتك هي دي، اه ربنا قادر يتمجد ويسندك. طباك احنا شهداء كده، شهداء ربنا واحنا يبارك، عايشين لسه. ربنا يتمجد معاك ربنا يبارك وبإذن حياتك. الله انا بامانه الاختبار. انا متابع لك من فتره كبيره، وانا كل فيديوهاتك بشوفها وبتابعها وبعمل عليها لايكات. وحاجه واحده عجبتني فيها، انا اكره حاجه اللي يوصل يقول لي ده انت ايه من تعليم او ايه من خلفيه، قال لي تلقيت تعليمك على يد مين؟ دي تك اكره. تم، انا عندي حاجه واحده، ما عنديش حاجات متفرعه، دي النقطه الاساسيه اللي عجبتني فيك والخصله اللي عجبتني فيك. وكمان انا شفتك اعتقد طلعت مع مهند، تعرف مهند؟ أمانة بخير. مهند اعتقد انت. اه انا طلعت معه كمان، طلعت معه كمان. ربنا ربنا يسعدك. يباركك، أي سؤال، عاش يا بطل. أي سؤال من متابعينك، أسئلة عايزين يسألوا، عايزين أي حاجة، أنا مستعد في أي وقت وفي أي لحظة أسألهم، أرد على أي سؤال عايزين يسألوه. آمين. لو حد عايز يسأل هنا دلوقتي حالا يشرف، حد عايز يسأل في بس اليوتيوب يشرف، اللي يعجبكم. حد ليه أي سؤال لأخونا جون؟ الراجل قال صراحة إن هو كان يمنيا، كان مسلما وتحول إلى المسيحية، وأعطى بعض التلميحات تأكد خلفيته اللي قبل كده. ومن حقه قانونا ودوليا وأي شيء إن هو يختار ما سيوصله للملكوت. ما تحجروش على حد، لا مش من حقكم ده، انتوا بالعكس. ده من حقي انا، بس مش من حق الدولة، مش من حق الدولة، لان في الدولة في المادة 227 حكم الرد، 227 حكم الرد اليمن ده مطبق في القانون اليمني في المادة 227. اصل عندنا في القانون المصري ما فيش الكلام ده، وحتى هو ممكن الناس ممكن يحصل اضطهاد لكن ما بقاش رسمي معلن، يعني ده اللي انا اعرفه لغاية دلوقتي. بس ربنا يسندك وطباك، وربنا يكون معاك ويفرح قلبك. في أسئلة جت ولا لسه؟ قالت قل سلام أي ونعم شيء يوسف. يدل على أنك كنت مسلم، قل سورة الإخلاص. أنا جيت لك أصغر سورة في القرآن، سورة الإخلاص. عايز سورة الإخلاص؟ أثبت بأيش؟ أثبت لك بأيش؟ بأيش أثبت لك؟ ما انت مش قلت لها ان ما انت لو انا عايز يعني اسالك، بص، لا لا، ده دليل، ده دليل مش مقنع. شوفي، لو انا عايز اعمل لك الاسئله دي او اقري لك صوره، لو اقري لك اي صوره ده عادي. مثلا اي شخص بيجي يجادلك او مسيحي بيجي يجادلك، انا حجادلك مثلا والقران مثلا في ايدي، واقرا لك من القران في اي حاجه وخلاكي تقتنعي لكل ده الكلام، كل الكلام ده هو انت انا حقرا لك قلت من لها رد ده قاطع، وخليكي تقتنعي. انت قلت لها الرد بتاع ان هو في ان انت كنت تلميذ لا لا لا، للشيخ محمد الإمام. في حاجات أكبر من الأشياء دي، في حاجات غامقة، في حاجات غامقة لا ما انا ما تقدريش. مامي في مش كل التفاصيل هينفع تقولها، بس على الاقل لو انتوا بعتوا صورته للشيخ محمد الإمام هيقول لكم ان ده ما كانش مسيحي. هتقول له قالوك جون ما كانش مسيحي في اليمن. بسيطة يعني، عايزين تتأكدوا ايه صح ولا غلط. اه معك. عرفت ازاي؟ ازاي ما كنتش تعرف الدين المسيحي لما شفته في الحلم؟ شوف شوف، انا بامانه قبل كل حاجه، اول ما اقتنع انا اعتنقت الرده، شوف دخلت في الرده، دخلت يعني في الالحاد، فهمت كل اساسيات الدين الالحاد، فهم. فالحلم ده كان اشاره، فلا دي كلمه يسوع، ما كلمه يسوع
انا ما كنتش اعرفها خالص، ولا حد الان في اقليه من اليمنيين اللي هم مؤمنين يعرفوا كلمه يسوع وايش المغزى وايش المعنى من كلمه يسوع. حتى انا ما كنتش اعرف كلمه يسوع نهائيا، ولا عمري سمعت بها. عمري 30 سنه ما عمري سمعت بكلمه يسوع الا بعد ما انصرت مؤمن، وبعد ما امنت ايمان يقيني عرفت مين هو يسوع وكيف عرفته هو يسوع. فاهمين؟ فعندما شفت في آمين. العلم انا قلت يا رب يا رب، اذا كنت بعد ما عرفت المسيحيه، اذا كنت انت الاله الحقيقي، انا عايزك تاكد لي بالحلم مره ثانيه في مرتين وانا اشوف الحلم. ولو اقول لك في حلم في مره اخيره او مرتين الذي انا حسيت بوجود الرب يسوع المسيح معايا، وهي المره الاولى وانا في الحبس بعد ما احتبست وتعذبت بكل وسائل التعذيب، وكمان سلخوا جنبي. فده اول معجزه ظهر لي الرب يسوع المسيح، عندما شفته معايا وشفته وهو بينادي باسمي ويمسح علي كتفي. فانا صعدت من الغيبوبه بعد التعذيب وسمعته وهو بيطرح ايده علي، فانا فكت من الغيبوبه، فكل شيء كان ولا في يدي ولا في جنبي اي شيء. فخرجت بعد حكم تمام. اعدام طرح علي، بعد حكم اعدام، وتنازلت عن كل ما لدي بامر من النيابه الجنائيه. وبعد جلسات اكثر من 4 جلسات استمريت فيها، مش مره ولا مرتين. فانت مش عاد جاي تقول لي انت اذا كنت من مصر او من اي دوله، اثبت لي انك مسيحي او يعني انك مسلم. انت كمحكوم ولي هم من خلفيتي من اسرتي من اليمن بيقولوا ده شوف، معلش مسلم وده كذا كذا. معلش، انت يعني انت كان محكوم عليك بالاعدام، حكم ردة بالاعدام، وفي نعم المقابل ما نفذوش حكم الردة عشان خاطر ياخدوا فلوس دي قدام دي. لا، هو مش المقابل عشان ياخذوا الفلوس، ده عشان انسابي او اخوان زوجتي كان لهم سلطة، فهم ايه، عشان انا زوج اختهم وابن ابن اختهم، في يا الله عشان يحافظوا عليا، وعشان عايزين الابن يتيتم وكذا، في ايه يعملوا خير يرحلوني من اي من اليمن او يعملوا اي حاجه عشان ما يتيتمش الولد. فاول شرط هو ايه، اني اطلق زوجتي، ثاني شرط ياخذوا الولد، ثالث شرط خذوا البيت خذوا العربيه وكل ممتلكاتي، خامس شرط اروح ارحل من اليمن، واذا عدت اليمن دمي مباح. ده 5 شروط وقعت عليهم. طباك، ده اللي اقدر اقوله لك صدقني بعد القصة بتاعتك. يعني طباك، ربنا يفرح قلبك ويسندك، واحنا انت بتقول بنشتري كنت الحياة حافظ الأبدية دينك بحلف. الروحاني زي ما كنت تعرف الدين المسيحي. كنت يا سيدي اعرف الدين المسيحي نفس ما بتعرف انت الدين المسيحي، اقول لك كنت بعرفه نفس ما بتعرفه الان. انت تسال اي مسلم ازاي بتعرف الدين المسيحي، كنت بعرفه انهم بيعبدوا 3، انهم نصارى، انهم كلمة يسوع دي مش مذكورة بالقرآن خالص، كان اسمه عيسى، اسم عيسى مش مذكورة يسوع دي خالص، ولا عرفتها طول عمري كلمة يسوع. تمام؟ فأنت لو أجي أسألك الآن من تعرف حاجة من الدين المسيحي إلا إذا كنت مصري، فالمصريين هم متعايشين مع المسيحيين، فهم قد ربما يسمعوا عنهم ويختلفوا عنهم. أما اسأل أي مسلم من اليمن، من السعودية، من أي مكان ما فيش فيها مسيحيين، ما يعرفش عنا أي حاجة. انا فعليا اعرف يمنيين غيروا، بس ما غيروش، أنت يعني ما منين أصلاً عرفت يا ان هم لبيب؟ غيروا بعد ما آه الله، من بلانا. أنت منين؟ أنت من السعودية ولا منين؟ أنت منين أصلاً؟ قل لي أنت منين وأنا أقول لك أنا منين أصلاً. ربنا يباركك. اخونا جون. انا قدامي 5 دقايق، انا محتاجك تقول كل التفاصيل اللي انت تقدر تقولها في ال5 دقايق الاخيره دي، لان مضطر بعد كده هطير على بس يوتيوب. هنكمل لان في داعش متوعدانا في عيد الميلاد المجيد ان هم يصطادونا في عيد الميلاد المجيد، فانا هتكلم الموضوع ده على اليوتيوب. يا ليت معايا قناة كمان على اليوتيوب، لا تبعث لي الرابط على الخاص هنا عشان ندخل معاك. امين باذن الله، هبعته لك على طول. بس انا تمام، مبسوط ربنا يخليك. باختبارك، ومبسوط اكتر ان ربنا سندك
وانت عرفت تضحي بكل الحاجات دي لأجل المسيح، ده أهم شيء. ده انا مش ب... انا صلواتك لله. ما بعمل انا ما بعملش حاجه من نفسي، هو اللي بيعمل من اجلي، انا ما أمين. عملش من اجله، انا ما عملش من اجله، هو اللي بيعمل من اجلي، وانا ما دورتوش على فكره، هو اللي دورني، وانا ما قبلتوش على فكره، هو اللي قبلني. دي هو بالمختصر. قبلنا أولا، هو أحبنا اه، أولا، ونحن نحبه لأنه أحبنا أولا وبذل لانه ابنه احبنا الوحيد وبذل فلنا نفسه من اجله. نعم. بالضبط. أمين. عايز ايه في ال5 دقائق؟ ربنا معلش، ربنا يخليك. قول التفاصيل اللي انت ما قلتهاش في اللي فاتوا، الحاجة اللي انت حابب تقولها في خلال ال5 دقايق الأخرانية دي. انا قلت اكثر من اللازم، ربنا يخليك. فمش ضروري اجيب الكل، فلا في شيء او حاجه ممكن يسالوا وانا برد عليهم بدون ذكر حاجات. ف ماشي تمام. إيمانك إن المسيح الوحيد اللي هيوصل للملكوت، صح ولا غلط؟ إيماني هو إيماني، أنا بؤمن بربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح الذي قبلته مخلصا لحياتي، والذي كتب اسمي بسفر الحياة وأعطاني الحياة الأبدية، تمام، وجعلني ابنه، دي المميزة الفضيلة الذي جعلني ابنه وجعلني في مقعده وأدخلني وأجلسني معاه، دي الثالثة، وخلصني من الخطية وغسل كل خطيتي، وغسل كل خطيتي وقادني بروح القدس الذي أنقاد بها، وأقدر أن أسيطر على كل أولاد الشرير وأعوانهم، لأنه باسم يسوع المسيح لا الشرير ولا أعوانه يقدروا يعملون شيء، لأن بقوة اسمه وبقوة أعطاني كمان السلطان إني أدوس على الحيات والعقارب بقوة اسمه وبدمه على الصليب، أعطاني سلطان أن أصير ابنه وأن أعمل كل شيء باسمه، لأنه قال لي أن أعطيكم سلطان أن تعملون أعمالي وأعظم منها. أمين. ربنا يتمجد. مبسوط ورجاء صلوات لأجلي، وربنا يفرح قلبك الرب بالتعويضات يبارك حياتك، عن كل ما تركته في الأرض وفي السماء. الرب يبارك حياتك ألف حبيبي، مبارك ربنا ليك. يخليك. فرصة سعيدة لي إني طلعت معك، العفو. وكنت من مستضيفي أو من كنت يعني أنا بتمثل فيك بأمانة، لأنك إنسان تعيش. بتمشي ما بتمشيش تبع شخصية محددة، وإنما بتمشي بالهدف الرئيسي وهو الكتاب المقدس، وهدفك الرئيسي هو رأس الكنيسة يسوع المسيح له كل المجد. أشكرك وكني كمان بصلواتك وسنة التعويضات عليك حبيبي، وعيد ميلاد مجيد باسم يسوع المسيح. أمين أمين. ربنا يديلك عيد مجيد وفرحة وبركة. سلام الله معك. آمين. سلام المسيح معك حبيبي.